السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لجميع متتبعي ومتتبعات قناة المفيد. إذن موعدنا اليوم سيكون مع الاشتغال على وثائق في مادة التاريخ، وذلك من خلال أحد فروض المراقبة المستمرة الخاصة بمستوى الجذع المشترك. وهذه العملية تأتي في إطار عملية تصحيح الفروض التي قمنا بها في إطار التعليم عن بعد أو الدروس المخصصة للتعليم عن بعد. فتفضلوا معنا وبالتوفيق للجميع. ننتقل الآن إلى الوضعية الثانية، وهي الاشتغال على الوثائق في مادة التاريخ. إذا لدينا نماذج لوثائق سنشتغل عليها، لدينا ثلاثة وثائق سنشتغل عليها بشكل متتالي. وهنا العملية التي نحتاجها أثناء اشتغالنا في فرض أو في امتحان مثلا في مادة التاريخ، أن نقرأ كل وثيقة ثم نفهمها كما يلزم، وأن نستخرج فكرتها العامة. وهذا ما سنطبقه على هذا النص في إطار الوثائق التاريخية. يقول: وبعد تمام الصلح مع النمسا معاهدة زيشتوا 1791 وروسيا معاهدة ياش 1792، أخذت الدولة في إصلاح داخليتها وخصوصا العسكرية والبحرية. فعين السلطان سليم الثالث الذي حكم ما بين 1789-1807 حسين باشا قبضانا عاما، وكان من الشبان الأذكياء الذين درسوا أحوال أوروبا وشمر عن ساعد الجد في إصلاح الثغور وبناء القلاع الحصينة لحمايتها، ثم أنشأ عدة مراكب حربية على شاكلة أحدث المراكب الفرنساوية والإنجليزية، واستحضر عدداً عظيماً من مهارة المهندسين من السويد وفرنسا لصلب المدافع في معامل الطوبخانة العامرة، وأصلح مدرسة البحرية ومدرسة الطوبجية التي أسسها البارون دي توت المجري، وأضاف إليها مكتبة جمع فيها أهم ما كتب في الفنون الحربية الحديثة، وشرع في تنسيق فرق جديدة وتدريبها على النظام الأوروبي، فأنشأ أول فرقة منتظمة في سنة 1796 تحت قيادة ضابط إنجليزي دخل الدين الإسلامي وسمي إنجليز مصطفى. وكان القصد من ترتيب العساكر النظامية الاستغناء بهم عن جنود الانكشاري الذين صاروا عالة على الدولة ومن عوامل تأخرها. إذن هذا مقتطف من كتاب لمحمد فريد بك المحامي، تاريخ الدولة العليا العثمانية. محمد فريد بك المحامي مؤرخ مصري عايش فترة من فترات الحكم العثماني في مصر أواخر القرن التاسع عشر. إذن هذا النص يرتبط بالقرن الثامن عشر، ويتحدث عن ما قام به السلطان سليم الثالث من إصلاحات في إطار مواجهته واستعداده للضغوط الأوروبية المتنامية. إذن هذا النص فكرته العامة والتي يمكن أن نكتبها في ورقة التسويد أثناء الفرض: قيام السلطان العثماني سليم الثالث بإجراءات متعددة لإصلاح الميدان العسكري وتطوير أجهزته ومكوناته البشرية. إذن النص الأول، ننتقل إلى النص الثاني. يقول: وأما اعتناؤه أي السلطان محمد بن عبد الله بالمراكب القرسانية، فقد بلغ عددها في دولته 20 كبارا من المربع و30 من الفراغ، وبلغ رؤساء البحر عنده 60 رئيسا كلها بمراكبها وبحريتها، وبلغ عسكر البحرية 1000 من المشارقة و3000 من المغاربة والطبجية 2000، وبلغ عسكره من العبيد 15000 ومن الأحرار 7000، وأما عسكر القبائل الذي كان يغزو مع الجند فمن الحوز 8000 ومن الغرب 7000. وهذا من المصدر الخاص بالاستقصار أخبار دول المغرب الأقصى للمؤرخ أحمد الناصر. إذن هنا على غرار ما قام به السلطان سليم الثالث في الدولة العثمانية من إصلاحات، قام كذلك السلطان محمد بن عبد الله بإصلاحات على المستوى العسكري. فالفكرة العامة هنا اعتناء السلطان محمد بن عبد الله بتجهيزات الميدان العسكري وانتقاء وتنويع موارده البشرية. هذا بخصوص الوثيقتين الأوليتين. ننتقل إلى الوثيقة الثالثة، وهي عبارة عن جدول تاريخي بطبيعة الحال. لدينا المعاهدة، لدينا تاريخها، ثم لدينا بعض مقتضياتها. فمثلا معاهدة كارلوفيتس سنة 1699، توقف الدول الأوروبية عند دفع أي مبلغ مالي للعثمانيين، تنازع عن أراضي لصالح النمسا وبولندا وروسيا والبندقية،
بيساروفيتس 1718 حصول النمسا على امتيازات تجارية وأراضي شمال شرق سربيا، احتفاظ البندقية ببعض المناطق في شاطئ ألبانيا. أما كوتش القنارجة التي وقعت مع روسيا سنة 1774، فأهم امتيازات والمقتضيات حصول روسيا على قلاع البحر الأسود، مساعدتها على عقد معاهدات تجارية مع حكام شمال إفريقيا. وهذا الجدول من نفس الكتاب الذي أخذنا منه النص الأول، محمد فريك بك المحامي. إذا الجدول يتحدث عن معاهدات وقعتها الدولة العثمانية مع الدول الأوروبية، فالفكرة تكون على الشكل التالي: توقيع العثمانيين لمعاهدة غير متكافئة مع الأوروبيين ما أدى إلى انعكاسات سلبية على الدولة العثمانية. إذا قرأنا الوثائق الثلاثة، ضبطنا مكوناتها، نكتب هذه الأفكار في ورقة التسويب، نكتب هذه الأفكار في ورقة التسويب حيث سنستعين بها في الإجابة. السؤال الأول: المطلوب منكم تحديد الإطار التاريخي للوثائق، ونقصد بالإطار التاريخي الزمن والمكان والحدث، وهذا من الأسئلة الكلاسيكية التي يجب أن تتعودوا عليه في الفروض أو في امتحانات الإشهادية، وهو تحديد الإطار التاريخي لمجموعة من الوثائق. جوابنا هنا سيكون بالنسبة للزمن القرنين 17 و18، المكان هو العالم الإسلامي، رأينا مواضيع مرتبطة بالدولة العثمانية ومواضيع مرتبطة بالمغرب، وهما معا يكون العالم الإسلامي. الحدث الضغوط الأوروبية وإصلاحات العالم الإسلامي. السؤال الثاني: اشرح تاريخيا ما هي الطبجية ومحمد بن عبد الله. إذا الطبجية هذا المصطلح كما رأيتم جاء في النص خاص بالدولة العثمانية وفي النص الثاني خاص بالمغرب، بمعنى أن المغرب كان يقتدي بالإصلاحات العسكرية. الطبجية كلمة تركية تعني الفرقة العسكرية المكلفة بالمدفعية. أما محمد بن عبد الله فهو السلطان العلوي، حكم المغرب من 1757 إلى 1790، واكتسب تجربة الحكم عندما كان خليفة لوالده بمراكش، وتميز عاده بنهج سياسة الانفتاح مع الخارج وقيامه بمحاولات الإصلاح. فما نراعيه في التعاريف المصطلحات والأعلام، فيعني دائما ما يحضر جانب السياق التاريخي، مثلا محمد بن عبد الله حددنا السياق الذي حكم فيه يعني من حيث الفترة الزمنية، ثم أهم ما تميز به هذا السلطان والمكان الذي كان فيه. إذا بعد إجابتنا على الشرح التاريخي ننتقل إلى السؤال الثالث، وهو: استخرج الإصلاحات العسكرية بالعالم الإسلامي اعتمادا على الوثيقتين الأولى والثانية. الوثيقة الأولى نذكر بها هي الوثيقة التي يعني اشتغلنا فيها بخصوص الدولة العثمانية وأهم إصلاحات التي قام بها السلطان سليم الثالث. إذن يطلب منكم هنا أن تستخرجوا أهم الإصلاحات التي جاءت في هذا النص، نسطر على أهم هذه الإصلاحات. لاحظوا معي مثلا تعيين حسين باشا قابودانا عاما، قابودان تعني رئيس السفينة أو رئيس السفن البحرية. لدينا إصلاح الثغور وبناء القلاع الحصينة. لدينا كذلك مراكب حربية على غرار المراكب الفرنساوية والإنجليزية، لأن الإصلاحات كانت تقتدي بالإصلاحات الأوروبية. ثم استحضار أي جلب يعني عدد من المهارة المهندسين من أوروبا لصلب المدافع في معامل طوبخانة العاملة، ونقصد بمعامل طوبخانة هنا مخازن المدافع في الدولة العثمانية. لدينا كذلك مكتبة جمع فيها أهم ما كتب في الفنون الحربية الحديثة. ثم لدينا تأسيس فرق جديدة وتدريبها على النظام الأوروبي. النص الثاني يتحدث عن الإصلاحات التي قام بها السلطان محمد بن عبد الله، طلب منا أن نستخرج من النص. فلدينا هنا مثلا الاعتناء بالمراكب القرصانية، لدينا بعض أنواع المراكب التي ظهرت وهي تسميات لمراكب ك يعني مثلا 20 كبارا من المربع و30 من الفراغيد، هذه أسماء لمراكب بحرية. لدينا كذلك تنويع الجيش من خلال ما ذكر في هذا السطرين الأخيرين، الطبجية، لدينا مدلك عسكر من العبيد، الأحرار، عسكر القبائل وغيرها. إذا جوابنا سيكون على الشكل التالي: تبتت أهم الإصلاحات العسكرية بالدولة العثمانية في تعيين الكفاءات العسكرية البحرية مثل حسين باشا وإصلاح الطهور وبناء القلاع وإحداث مراكب على الهيئة الأوروبية، ثم استخدام المدربين من أوروبا، تأسيس المدارس العسكرية وإصلاحها،
إنشاء مكتبة للفنون الحربية، تأسيس فرق عسكرية جديدة. أما الإصلاحات العسكرية بالمغرب فقد سهل عليها السلطان محمد بن عبد الله، والذين هنا بالرفع من عدد السفن الحربية كالفراقد وزيادة عدد رؤساء البحرية وتنويع فرق الجيش المغربي مثل عسكر القبائل. إذن هذا جوابنا على السؤال الثالث. رابعا، استخلص طبيعة الضغوط الأوروبية ووضح انعكاساتها على العثمانيين خلال الوثيقة الثالثة. هذا الجدول قدم لنا مجموعة من المعاهدات وقدم لنا مقتضياتها. السؤال يقول استخلص طبيعة الضغوط، ويعني أن نستخلص طبيعة الضغوط هنا نستعين بهذه الوثيقة ولكن باستحضار مكتسباتنا السابقة التي تتحدث عن توقيع المعاهدات في إطار الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية. انعكاساته على العثمانيين تظهر من خلال الخانة الأخيرة، فيكون جوابنا على الشكل التالي. تتحدث الوثيقة عن ضغوط دبلوماسية واقتصادية على الإمبراطورية العثمانية. إذا حددنا طبيعة الضغوط، حيث ساهمت المعاهدات الموقعة بين العثمانيين والأوروبيين في فقدان الإمبراطورية العثمانية لعدة أراضي وتدهور قطاعها التجاري. إذا أجبنا على شقي السؤال، طبيعة الضغوط ثم الانعكاسات. السؤال الخامس وهو تركيب فكر العمل الوثائق الثلاث، وهنا نذكر بالعملية التي طلبت منكم القيام بها في ورقة التسويد في البداية، وهي كتابة الأفكار العامة في ورقة التسويد. الأفكار التي كتبناها هي التالية: قيام السلطان العثماني سليمان الثالث بإجراءات متعددة لإصلاح الميدان العسكري وتطوير أجهزته ومكوناته البشرية، اعتناء السلطان محمد بن عبد الله بتجهيزات الميدان العسكري وانتقاء وتنويع موارده البشرية، ثم توقيع العثمانيين معاهدات غير متكافئة مع الأوروبيين ما أدى إلى انعكاسات سلبية على الدولة العثمانية. إذن الفكرة العامة نركبها من خلال تركيب هذه الأفكار الثلاث، ونتحرى فيها جانب يعني الاختصار وجانب التعبير عن مضمون الوثائق. إذن الفكرة العامة التي دمجناها: قيام السلطان العثماني سليم الثالث والسلطان المغربي محمد عبد الله بإجراءات متعددة لإصلاح الميدان العسكري وتطوير تجهيزاته خلال القرن الثامن عشر، في الوقت الذي وقع فيه العثمانيون معاهدات غير متكافئة مع الأوروبيين خلفت انعكاسات سلبية على الدولة العثمانية. لم يبقى لنا سوى السؤال الأخير، وهو اكتبي فقرة حول محدودية الإصلاحات المغربية لمواجهة الضغوط الأوروبية في القرن الثامن عشر. لأن هذا السؤال سؤال من المكتسبات وليس من الوثائق، ويرتبط بالمحور الأخير من الدرس الأخير في المحور الثاني الذي يتحدث عن الإصلاحات ومحدوديتها. فقرة نتحرى فيها هذا التنظيم، تركنا هذا الفراغ ثم كتبناها بشكل مركب: اصطدمت الإصلاحات المغربية بعدة عوامل أدت إلى محدوديتها خلال القرن الثامن عشر، حيث تمثل ذلك في بداية تغلغل الرأسمالي في المغرب ومنافسة المنتجات الأوروبية الحديثة للمصنوعات المغربية التقليدية، إضافة إلى تعدد الاضطرابات الداخلية خاصة من طرف بعض القبائل والزوايا وتعدد الكوارث الطبيعية والأوبئة الفتاكة مثل الطاعون. إذا قمنا بالربط بين الأفكار، لاحظوا استعنا مثلا بحيث، استعنا كذلك بإضافة إلى، وكلها يعني أدوات ربط تساعدنا على التعبير التاريخي. إذن نكون هنا قد انتهينا من تصحيحنا لهذا النموذج الخاص بفرض المرتبط بالمحور الثاني. لم يبق لي إلا أن أشكركم على حسن انتباهكم، وإلى موعد لاحق بإذن الله.